الآن مع الأستاذ محمد عبد الله، والذي له تجربة شخصية مع الاتحاد، شارك في المؤتمر الذي في دبي وذهب إلى تشاد، ونريد منه في عجالة وباختصار أن يذكر لنا شيئا من هذه التجربة التي خاضها، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نشكركم جميعا على تلبية هذه الدعوة لتكريم الدكتور حسب الله مهدي فضله، الذي كان له الفضل الكبير بعد الله عز وجل في حبنا للغة العربية. طبعا زي ما ذكر المقدم اختصار شديد. الاختصار الشديد لا نريد أن نذكر لكم قصص وإلى آخره، وإنما البعض أو كلنا يبحث عن هدف معين. وهناك سؤال سئل: إن لم نكن في السعودية بهذه الصيغة أو بصيغة أخرى ولدينا اللغة العربية فقط، فما الحل فوضع هدف أمامه اللي هو السودان، وأجاب الدكتور تشابه البيئة وتشابه اللغة، ولكن وجدت أن هناك في بلدنا حقوق كثيرة لنا موجودة لا نعلم عنها شيئا، ولكن المطلوب نبحث فقط. أبحث عن حقوقك وستجدها، ومن تجربتي استخلصت هذه النتيجة. طبعا تجربتي كانت هي عبارة عن أبحاث، بحث عن اللغة العربية، وكان أول بحث بعنوان اللغة هل هي قومية أم ثقافة؟ هل لماذا نحن نتعلم لغة عربية؟ فكان العنوان اللغة ثقافة ودين. نتعلم اللغة العربية لأجل الدين، وبعد ذلك نجد أن اللغة العربية لها مكانة كبيرة ولها رجال مدافعين عنها. لا أقول صدفة، ولكن أقول قدر جميل أن تلتقي بهؤلاء الأشخاص الذين استظليت تحت ظلهم وتنورت منهم، وزرت المكتب طبعا في تشاد. وبالمناسبة ذكر الأستاذ مدني، قال الأستاذ محمد، فبسبب اللغة العربية وبسبب أبحاث اللغة العربية الحمد لله وجزنا إلى درجة الدكتوراه في اللغة العربية في الفلسفة المعاصرة، والحمد لله ولم نكملها بعد. والآن لدينا مجموعة من الأبحاث، قال ما نقول تجربة، نقول نحن ماشيين لقدام. وجدت إنه لازم أجيب الخير هذا وأفيد الشباب، وجبت الموضوع وطرحته بين أيديكم. الكل طبعا ما شاء الله تبارك الله إدراك مواهب، بصراحة نحن فينا جوهرة عظيمة ما احنا مستغلينها. أقل واحد فينا لو وجد البيئة وجد الطريق نجح. يعني أنا أرى نفسي أقل واحد فيكم، بس الطريق لربما قليت عليه قبل أي شخص أو قبل بعض الأشخاص. والآن جاء الدكتور ليدلكم على أول الطريق، والدكتور محمد عبد الله عضو في الاتحاد منذ زمن بعيد وأخفى عنا وسامحناه. والآن نطلب منه أن يأخذ بأيدينا ويبحر بالسفينة ليصلنا. هذا باختصار شديد. أما كالقصص لربما الهدف هو الطريقة، ما نقول بس الهدف مطلوب. الحمد لله وصلنا إلى بعض الأهداف، ونتمنى أنكم تساعدونا وما نكسل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.